السلام عليكم. الأشاعرة يقولون نحن مفوضة أو مؤولة، ومنهم من يقول ومؤولة. وخرج منهم من هاتين الفرقتين، يعني المؤولة والمفوضة، فرقة ثالثة اسمها المفوئلة، يعني مفوض وتؤول، هذه يعني عجين بين المفوضة والمؤولة، مفوئلة. فنسألهم، هل التفويض والتأويل عندكم قطعي الدلالة؟ هل هو قطعي الدلالة يعني بمعنى أنه يعني يثبت به صفة الله وأسماءه؟ إن قلتم لا، فقاعدتكم التي قاعدتها أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة وفي الأسماء والصفات لأنها ظنية الدلالة وليست قطعية الدلالة، فمن باب أولى يا أشاعرة، يا منطقيين، يا بتوع المدارس، يا متعلمين، أن لا تؤولوا ولا تفوضوا أسماء الله وصفاته، لأن هذا التأويل والتفويض ليس قطعي الدلالة. وإن قلتم أن تأويلكم وتفويضكم هو قطعي الدلالة، فهنا أنتم أعلموا بالله من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأحلاهما مر، اختاروا ما تشاءون، أحلاهما مر. والله إن قلتم يعني أن تأويلكم وتفويضكم ظني الدلالة، فهنا تردون على أنفسكم، لأنكم تقولون لا نثبت العقائد بما هو ظني الدلالة، إنما فقط بما هو قطعي الدلالة. وإن قلتم أنه قطعي الدلالة، فأنتم وضعتم أنفسكم في مكان أعلى وأكبر من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حديث الآحاد الثابت عن النبي تقول أنها ظنية الدلالة، وتأويلكم وتفويضكم هو قطعي الدلالة. اختاروا ما شئتم. فأحلاهما علقم وليس مر، علقم. أحلى الخيارين علقم، ولكم الخيار. الخيار يعني ليس الخضار، يعني الخيار، لا، الخيار يعني الاختيار. هنيئا لكم بالخيار.